أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى عرضنا الرئيسي من الفضائية التشادية. وصل اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى مدينة لاي حاضرة ولاية تانجيلي، وكان في استقباله السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية بالمنطقة. التفاصيل مع موفدنا إلى لاي الزميل آدم أبو بكر إدريس. تانجيلي المنطقة المشهورة بإنتاج زراعة الأرز، وهي بمثابة سلة غذاء للتشاديين، ولها الشرف أن تستضيف على أراضيها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، حيث لاقى ترحيبا منقطع النظير من أهالي المنطقة. وبعد ساعات فقط، حيث حطت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وبعد نزوله من المروحية ينتظره المسؤولون الإداريون والوجهاء والشيوخ التقليديون والقادة الأسكريون، وفي مقدمة هؤلاء والي ولاية تانجيلي انغار موجوب مدار جاكوب، وبجانبه عمدة مدينة لاي ساو دونو روبير، ووزير الاقتصاد والتخطيط التنموي إيسا دوبراين، وقائد المنطقة العسكرية رقم 9 الجنرال محمد حمودة بشير. وقام فخامته بمصاحبة المسؤولين حسب المقام والمراتب، بدءا بأعضاء الحكومة ومختلف المسؤولين، ثم توجه الموكب الرئاسي من مدرج المطار متوجهين صوب مقر الإقامة والضيافة بقصر الولاية. وقد تراصت الجمهور على طول الطريق مقدمين وملوهين بعبارات الترحيب والرضا لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. هذا ونشير إلى أن برنامج دعم التنمية المحلية والتمويل الشامل في تشاد، والذي سينطلق بمدينة لاي حاضرة ولاية تانجيلي، يشمل كافة الولايات 23 للبلاد. ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من الفقر في أوساط الشباب والنساء، ويعمل على دعم القطاعات الزراعية والرعوية والبيئية، وتمكين الشرائح الضعيفة في المجتمع على قروض مالية وتطوير التنمية المحلية. والجدير بالإشارة إلى أن هذا البرنامج الإنمائي تم تمويله من قبل البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بمبلغ مالي يصل إلى 212 مليار للتنفيذ في المرحلة الأولية ولمدة 4 سنوات. وفور وصوله مدينة لاي، أطلق رئيس الجمهورية برنامج دعم التنمية المحلية والمالية الشاملة في تشاد. وبعد إطلاقه رسميا لبرنامج دعم التنمية المحلية والمالية الشاملة في تشاد، صرح رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للصحافة الوطنية عن سعادته بإطلاق هذا البرنامج الذي يخلق فرص عمل كبيرة للتنمية الريفية، لا سيما للشرائح الضعيفة، وأكد أنه سيسهر شخصيا على متابعة هذا البرنامج الحيوي. نستمع إلى خلاصة تصريح رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بترجمة الزميل السمي حسن الحلو. إن برنامج دعم التنمية المحلية والمالية الشاملة في تشاد هو برنامج جديد يندرج في دائرة التوجهات الكبرى للحكومة وشركائها. وبكل بساطة ولأسباب تطبيقية، تم اختيار ولاية تانجيلي لتكون المنطقة النموذجية للمشروع، لأنها منطقة تتميز بخصوبة عالية في التربة وجودة في الناحية الزراعية والرعوية، وتعيش فيها 800,000 نسمة، وبها فرص كبيرة للتنمية الريفية وخاصة للشرائح المحتاجة. وهذا يمثل أحد أهم ركائز هذا البرنامج الذي خصصناه لتشاد، والمتعلق بالخطة الوطنية للتنمية ورؤيتنا للتشاديين. إن هذا البرنامج لأول مرة يخص عدة وزارات، وبالتالي ينبغي على الحكومة أن تنجح فيه، وعليه أن تهزوا هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لكل الشركاء الماليين والفنيين ولممثليهم الذين جلبوا موارد ضرورية لإطلاق البرنامج.
أحذر وأقول لقد اعتدنا على تكريس مبالغ كبيرة، وفي النهاية نحصل على سيارات دون ما إحراز أي نتائج مرضية، وبالتالي سأسهر شخصيا على متابعة ذلك. ولدي ثقة في الوزير المكلف بالتخطيط التنموي وأعضاء الحكومة في إدارة هذا البرنامج من أجل تحقيق نجاح كامل. ويجب أن نعرف في أي موقع صرف أي فرنك سيفا أو دولار، ويجب أن يوجه ويخصص هذا لكل التشاديين. إن منطقة تنجيلي ليست هي المنطقة الوحيدة المغلقة في تشاد، فهناك مناطق أخرى مغلقة، وعليه سنعمل على رصف طريق لا يجمان، لأن كل الدراسات جاهزة الآن. وأطمئن سكان تنجيلي بفك الانغلاق، وأن أعمال بناء الجسر وطريق جمان لاي ستبدأ خلال هذا العام. Avant la fin de l'année, les travaux de la route Jumal Lai vont commencer. استقبل اليوم رئيس الجمهورية بحفاوة بالغة من قبل سكان ولاية تنجيلي التي وصلها اليوم في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال المشاريع التنموية في ولايات البلاد. تقرير محمد طاهر الصالح. مدينة لاي عاصمة ولاية تنجيلي هي المحطة الثانية لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ضمن جولته التفقدية إلى جنوب البلاد. فقد حظي رئيس الجمهورية باستقبال شعبي واسع من قبل أبناء الإقليم وكذا المدن المجاورة لها، ليبرهن أبناء الإقليم بأنهم خلف قيادة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي جاء إلى إقليم تنجيلي بهدف بناء المشاريع وحث المواطنين على العمل وبناء المنطقة والتنمية المستدامة. أبناء الإقليم خرجوا عن بكرة أبيهم لملاقاة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، واستقبلوه بحفاوة وترحاب معبرين عن امتنانهم لرئيس الجمهورية الذي وعدهم ببناء المنطقة وفك العزلة عبر مشاريع الطرق التنموية والريفية والخدمات الاجتماعية، ليؤكد أن الشعب خلف قيادته في المسيرة التنموية للبلاد. ونبقى في مدينة لاي، حيث ترأس رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو حفل إطلاق برنامج دعم التنمية المحلية والمالية الشاملة في تشاد، وذلك بحضور أعضاء الحكومة والشركاء الماليين والفنيين لتشاد وعدد من المسؤولين الإداريين والسلطات التقليدية، وحشد كبير من سكان الولاية الذين جاءوا للمشاركة في هذه المناسبة. الزميل آدم أبو بكر إدريس والتفاصيل. في هذا التاريخ المميز 28 من فبراير الجاري، قام رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بوضع حجر الأساس لبناء مجمع لمشروع برنامج دعم التنمية المحلية والتمويل الشامل في تشاد، وسط حشد كبير من السكان لولاية تنجيلي، معبرين بذلك اعترافهم بالجميل الذي قدمه لهم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تجاه الشعب التشادي عموما والسكان تنجيلي خصوصا، مما يدفع بهم على استغلال مواردهم الطبيعية بخصوبة أراضيهم في الزراعة والتنمية الرعوية. ففي بداية المناسبة تحدث والي ولاية تنجيلي غربو جوب ميدار جاكوب، والذي عبر عن سعادته بهذا اليوم الفريد حيث حصل فيه سكان تنجيلي على هذه الهدية الثمينة، وهو مشروع برنامج دعم التنمية المحلية والتمويل الشامل الذي يستفيد منه 5 محافظات تابعة لتنجيلي، مذكرا بأن فخامته حمل
إلى الشعب التشادي بالأمس القريب رياح الحرية والديمقراطية، ثم الذهب الأسود، وبعده هذا البرنامج الطموح الذي يساعد على القضاء للفقر وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين عبر استغلالهم قرابة 20,000 هكتار للزراعة. بعد ذلك جاء دور منسق برنامج دعم التنمية المحلية والتمويل الشامل بريس أويسو، قال بأن الحدث الذي يعيشه سكان مدينة لاي بولاية تنجيلة تتراءى فيه صورة البلاد المشرق الذي يتطلع إلى تنميته والتوجه نحو تنمية أفريقيا أيضا، ولا يوجد مثيلا لهذا البرنامج أي المشروع إلا في تشاد. أما ممثل برنامج الأمم المتحدة يايا با أكد على أهمية هذا المشروع الممول من قبلهم، وهذا يعد نواة لتقدم المجتمعات الريفية والوصول إلى التنمية المستدامة، ذلك لأنه ينصب لصالح الشرائح الضعيفة في المجتمعات المحلية وبخاصة النساء والشباب وفق الأجندة المهددة 2030. ثم جاء خطاب ممثل البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الخطيب بن شيخ، والذي أشار بدوره إلى موقفهم الداعم للمجهودات الحكومة الرامية إلى الرفاهية الاجتماعية في تنفيذ المشروعات، والغرض منه القضاء على الفقر في أوساط المجتمعات الضعيفة. وبعد ذلك جاء الخطاب الختامي على لسان وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي إيسا دوبران، مبينا الأهداف المسلى من هذا البرنامج المميز الذي حظي به البلاد، مؤكدا حرص الحكومة في التعامل مع المشروعات الحيوية الذي يلبي تطلعات الضعفاء في المجتمع مثل النساء والشباب، وأنه بمجرد الإطلاق ستحصل باقي الولايات على حصصها والتوجه نحو التنمية المرجوة، وأن نصيب كل ولاية 18 مليون دولار تحول لصالح مكافحة الفقر وبلوغ التنمية المستدامة. أثناء إقامته بمدينة بونغور حاضرة ولاية مايوكبي شرق، وعقب وضعه لحجر الأساس لبناء جسر اللوغون يوم أمس، التقى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالمسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين بالمنطقة. تقرير زينب سليمان. أثناء إقامته بمدينة بونغور عاصمة إقليم مايوكبي الشرقية، التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالمسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين ورجال الدين وأهالي منطقة إقليم مايوكبي الشرقية، وتبحث فخامته مع المسؤولين حول العديد من القضايا والمواضيع التي تخص الإقليم، وطلب منهم فخامة رئيس الجمهورية التعايش السلمي بين القبائل وتوعية شباب الإقليم وإيقاف النزاعات القبلية في البلاد. كما أعطى فخامته تعليمات إلى قوات الأمن والدفاع والشرطة والدرك الوطني والقضاء بإيقاف المشاكل التي تعوق تنمية إقليم مايوكبي الشرقية ومحاربة الفتن والعادات الضارة في كافة الأراضي التشادية، وأيضا طلب منهم العمل بجد وإخلاص. كما أكد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لسكان المنطقة بأنه سوف يبذل قصارى جهده في إنشاء المشاريع لتطوير تشاد بصفة عامة والإقليم بصفة خاصة، ولكنه لاحظ أن الشعب لم يقم بمسؤوليته الكاملة من أجل التعاون مع السلطات العليا بالبلاد، ولذلك طلب منهم أن يكون لهم روح الوطنية وحب الوطن. كما طلب فخامة رئيس الجمهورية من الشيوخ التقليديين بإيقاف بعض العادات السيئة، وكذلك حتى شباب الإقليم أن يعملوا في مجال الزراعة من أجل تطوير ديارهم. في ختام حديثه شكر فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو القادة العسكريين والإداريين والشيوخ التقليديين وسكان الإقليم بحفاوة الاستقبال الذين قاموا به تجاه ضيوفهم. وفي ذات السياق، فقد التقى رئيس الجمهورية مع مسؤولي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالمنطقة، حيث حثهم على تضافر الجهود والاستعداد للانتخابات المقبلة. زينب سليمان للمرة الثانية. أثناء إقامة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمدينة بنغور عاصمة إقليم مايوكبي الشرقية، التقى بأعضاء حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة بنغور، وتباحث فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع أعضاء الحزب العديد من المواضيع والقضايا السياسية الراهنة والتحديات التي تعوق تنمية الإقليم والحزب، ثم طلب منهم التكاتف والترابط من أجل محاربة العادات الضارة مثل إثارة الفتن في الأقاليم،
كما طلب منهم تقديم الإرشادات والنصائح في مجال التعليم والصحة وتوعية الشباب من أجل محاربة المشاكل القبلية في تشاد. ثم استمع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نيولا بعد الشكاوي التي تعوق مسيرة الحزب، ووعد فخامته أعضاء الحزب بإيجاد الحلول لهذه المشاكل، وطلب منهم الاهتمام بالعمل واحترام القوانين واللوائح من أجل تنمية البلاد. رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو وصل إلى مدينة موندو حاضرة ولاية لوغون الغربي، وذلك في سلسلة زياراته لعدد من ولايات جنوب البلاد. التفاصيل مع مفادنا إلى مدينة موندو الزميل عبد الصادق علي أحمد. احتشد سكان مدينة موندو ومحافظات ولاية لوغون الغربية والولايات المجاورة لها احتشادا منقطع النظير لاستقبال قائد مسيرة السلام والتنمية فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. في تمام الساعة 3:30 عصرا حبطت الطائرة التي تقل فخامته والوفد المرافق له بمطار مدينة موندو، استقبل من قبل عمدة بلدية موندو ميروليل دوكيلي ووالي ولاية لوغون الغربية دوغو يعقوب ووزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني دايان سواري. ومن ثم توجه إلى أعيان الولاية من نواب برلمانيين ووزراء وشيوخ تقليديين ورجال دين، ومن ثم توجه إلى الجموع الغفيرة المكونة من جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بدءا بالحركة الوطنية للإنقاذ مرورا بالأحزاب المتحالفة معها، وحتى مناضلي الأحزاب المعارضة جاءوا إلى مطار مدينة موندو لاستقبال فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وتقديم الشكر له على مختلف الإنجازات التي حققها بولاية لوغون الغربية وفي تشاد بشكل عام. ومن ثم توجه الموكب الرئاسي إلى مقر استضافة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. جموع غفيرة جاءت لتقول لفخامته شكرا على الإنجازات، إنجازات فاقت التوقعات في مختلف المجالات التربوية والصحية والاقتصادية وغيرها، حشود غفيرة جاءت لتعبر عن شكرها على استتباب الأمن والاستقرار والتعايش السلمي. هذا ومن المقرر أن يقوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في خلال زيارته بتدشين المجمع الصناعي للسلخانات بلوغون وإجراء لقاءات مع مختلف الطبقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمهنية والإدارية بولاية لوغون الغربي. أكد اليوم مكتب الاتحاد الوطني لطلاب التشاديين فرع جامعة أنجمينا خلال اجتماعهم بمستشار رئيس الجمهورية في التعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة التي توقفت بسبب مشكلات في الباصات التي تنقل الطلاب إلى مختلف كليات جامعة أنجمينا. محمود حسن سمبو والتقرير. بفضل الحوار الهادئ والبناء الذي استمر لأيام عدة بين مستشار رئيس الجمهورية في التعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين والاتحاد الوطني للطلاب التشاديين ومكتب فرع جامعة أنجمينا
حول المشكلات المتعلقة بالباصات التي تنقل الطلاب إلى مختلف كليات جامعة عين جمينة. فقد أثمر هذا الحوار بعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، تأكد ذلك خلال هذا الاجتماع. نحمد الله أن منذ أن بدأنا الحوار قبل يومين الآن بدأت الأوضاع تسير بكل هدوء، هذا أيضا بفضل تعاون الطلاب معنا، ولذلك أيضا قد قمنا بتوصيل اهتمام الحكومة ممثلة في فخامة السيد الرئيس إدريس ديبي إتنو بما يتعلق بدعم الطلاب بالباصات. كما أكد مستشار رئيس الجمهورية للطلاب خلال مجريات الحوار اهتمام سلطات البلاد العليا بالتعليم العالي. القيادة العليا للبلاد دائما تعطي اهتمام للطلاب، وهذا كلام أؤكده لكم مجددا، ونحن أبوابنا مفتوحة. هذا الحوار الهادئ والبناء الذي جرى بين مستشار رئيس الجمهورية في التعليم العالي لقد كان له صدى إيجابيا لدى أعضاء الاتحاد الوطني للطلاب التشاديين. رجنا بنتائج ملموسة. سيادة المستشار أيضا أكد لنا على أساس صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية يجيب لنا في قريب العاجل أكثر من 40 بيس، ده أكد لنا الحمد لله، ومشاكل الصغار صغار صغار بيننا كلها تم تعديلها. مؤكدين في نفس الوقت الاستمرار في توعية زملائهم من أجل العودة إلى مقاعد الدراسة. من الآن فصاعدا إلى يوم غد نبدأ لتهدئة الأوضاع ولتوعية الطلاب على أساس يرجعوا في مقاعد الدراسة ونجد الحل، نحن حوارنا مستمر. فعودة موفقة للطلاب إلى مقاعد الدراسة باعتبارهم مستقبل الوطن. ترأس اليوم المدير العام لوزارة إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية واللامركزية حفلة تسليم وتسلم بين المندوب العام للحكومة لدى بلدية عين جمينة الأسبق جبير يونس والجديد محمد زين الحاج يحيى. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدود. بعد 9 أشهر قضاها على رأس المندوبية العامة للحكومة لدى بلدية عين جمينة جبير يونس، يغادر هذا المنصب لخلفه محمد زين الحاج يحيى. وقد حضر حفل التسليم والتسلم المدير العام لوزارة إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية واللامركزية غندول جيركما، وبهذه المناسبة قدم المندوب العام للحكومة السابق جبير يونس حصيلة فترة عمله، وأشاد بالتعاون الجيد بين الإداريين والفنيين في فترة عمله، ودعاهم إلى العمل بنفس الإيقاع مع المندوب الجديد الذي يتمتع بخبرة عالية في عمل الإدارة المحلية. المدير العام لوزارة إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية واللامركزية غندول جيركما ممثلا للوزير في هذه المناسبة ثمن جهود الحكومة الرامية إلى توطين الإدارة الرشيدة، مشيرا إلى أن مندوب الحكومة محمد زين الحاج يحيى تقلد عدة مناصب إدارية في الحكومة ولديه خبرة عالية لتسيير العمل، وطلب من رجال الدفاع والأمن وعمة البلديات العمل مع المندوب الجديد من أجل الحفاظ على الأمن وتحسين الحياة الاجتماعية. وفي كلمته المندوب العام للحكومة لدى بلدية عين جمينة الجديد هو الآخر قدم شكره لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وشدد على ضرورة تقاسم المسؤولية، وطلب من الأطراف المعنية التكاتف والوحدة الوطنية لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تخدم مصلحة المواطن وفق تطلعات الجمهورية الرابعة والخطة الإنمائية والطموحة التي رسمها رئيس الجمهورية من أجل تحقيق الرفاهية لسكان مدينة عين جمينة والمواطنين بصفة عامة. بعد 48 ساعة من استلامه مهام عمله باشر الحاكم الجديد لولاية البطحاء بعقد لقاءات مع معاونيه، حيث التقى بأعضاء مكتبه ومسؤولي الأمن والدفاع. محمد طاهر جبريل الحر. يبدو أن هذا الخبر ليس جاهزا وسنوافيكم به بعد قليل. ونبقى في ولاية البطحاء حيث قامت عضو المكتب الوطني السياسي بالبطحاء سميرة الغالي محمد بتوعية جماهيرية للمناضلين، وحثتهم على الاستعداد للمراحل الانتخابية القادمة. محمد طاهر جبريل الحر. تمهيدا للانتخابات التشريعية التي تلوح في الأفق، تقوم عضو المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ ممثلة البطحاء الغربية بتهيئة المناضلين إلى المعركة. فبعد اللقاء الجماهيري الكبير بمدينة آتيا،
توجه وفد سمير الغالي محمد إلى الكانتونات المختلفة في هذه المحافظة. في برني حاضنة كانتون مدكو بدأ الاجتماع بكلمة شيخ الكانتون المذكور شقيف محمد موسى، الذي طمأن الوفد بأن رسالته التي يقدمها ستصل إلى آخر قرية في الكانتون. ثم جاء بدورهم الأمناء التنفيذيون لمجالس الحركة الوطنية للإنقاذ بالمركز الإداري لمدينة آتيا ومحافظة البطحة الغربية، إضافة إلى الأمين العام الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ بالبطحة إبراهيم سنوسي إمام، حيث قاموا بتقديم نبذة عن ممثلة البطحة الغربية في المكتب السياسي الوطني، مرحبين بها في هذه الزيارة الأولى والتي وصفوها بأنها جد هامة. وفي رسالتها دعت سميرة الغالي محمد جميع المناضلين للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة من أجل انتصار مرشحي الـMPS في كل المستويات، كما دعت جميع المناضلين في سن التصويت لإعداد بطاقات الناخبين الخاصة بهم للانتخابات المتوقعة. نفس الرسالة وصلت أيضا إلى مواطني منكالا في كانتون جرجرة. المناسبة بدأت بكلمة شيخ كانتون جرجرة عيسى حسن قباط، والذي أكد أن 25 قرية التي يتكون منها الكانتون كلها ستصوت للحركة الوطنية للإنقاذ في الانتخابات. رئيسة الوفد سميرة الغالي محمد قالت إنها سعيدة لأن تقوم بهذه الجولة للتعبئة المناضلين، وطلبت بشكل خاص من أخواتها المناضلات المشاركة في الانتخابات كناخبات ومرشحات. اختتم ظهر أمس المدير العام لوزارة العدل فعاليات الورشة التدريبية حول الإجراءات الجنائية وفنيات التحقيقات وفق القانون الجنائي الجديد، والتي نظمها برنامج الأمم المتحدة. كانت المناسبة بمركز باكرة. هارون أبا آدم. بدعم مالي وفني من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، نفذت هذه الورشة التدريبية والتي استفاد منها عدد من ضباط الشرطة القضائية وبعض القضاة، حيث كانت محاور الورشة حول موضوعات الإجراءات الجنائية وفنيات التحقيقات في مجال الإرهاب. وقد خرج المشاركون بتوصيات تطالب بتنظيم ورش مماثلة وتوعية السلطات التقليدية حول دور الشرطة القضائية، بالإضافة إلى وضع خلية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية المتخصص في برنامج الحوكمة إيمي روبير رانجار أكد أن البرنامج يهتم بالقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأشار بدور الحكومة في هذا المجال وخاصة في التقدم الذي أحرزته لاحترام المعاهدات الدولية الكفيلة بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية. كما أكد مساندة البرنامج لبرامج الحكومة في مساعيها الرامية إلى تطبيق النصوص الواردة في القانون الجنائي الجديد. اختتم أعمال الورشة المدير العام لوزارة العدل ماجيتنجيت راوغرا، الذي قال إن هذه الورشة سمحت للمشاركين بتلقي المعلومات الفنية والنظريات المهنية التي تؤهلهم بلا شك لأداء عملهم المنوط بهم، ودعا المشاركين إلى احترام أخلاقيات المهنة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وشدد على ضرورة صياغة المحاضر ورفعها إلى المحاكم بطريقة عادلة حسب القانون الجنائي الجديد، لردع كل من يحاول اختراق القانون والعمل الجاد للحد من الجريمة. ترأس خلال اليومين الماضيين الأمين العام للوزارة المكلفة باللامركزية وإدارة الأراضي بمدينة جوز بيضة حفل التسليم والتسلم بين الحاكم الأسبق والجديد لولاية سلة. المناسبة جرت بحضور المسؤولين الإداريين العسكريين والتقليديين. الزميل محمود حسن صنبو التفاصيل. الحاكم الجديد لولاية سيلا إيدي مابيل بولينغار، الذي عين في 15 من شهر فبراير عام 2020 خلفا لكيد ليونس حامدي، قد نصب رسميا من قبل المدير العام لوزارة إدارة الأراضي والتجمعات المحلية غاندون فيكاما خلال هذا الحفل الذي أقيم بالساحة العامة لمدينة قزبيضة، ذلك بحضور عدد كبير من السلطات المدنية والعسكرية والتقليدية لولاية سيلا، بالإضافة إلى عدد كبير من سكان مدينة قزبيضة. الحاكم السابق كيدل يونس حامدي، الذي أمضى 17 على رأس هذه الولاية،
وبعد ان اشاد في خطابه بالدور البناء الذي قدم اليه من مختلف مساعديه خلال هذه الفترة التي امضاها، فقد دعاهم من السير في نفس هذا النهج لدعم خلفه، مشيرا الى ان ادارة الشؤون العامة تتميز بالاستمرارية، وعليه فان الوقوف بجانب الحاكم الجديد امر لا بد منه. المدير العام للوزارة غاندول فيكاما وفي خطابه لتنصيب هذا الحاكم الجديد قد عبر عن قناعته بأن سكان الولاية سيقفون من دون شك بجانب هذا الوالي الجديد لأجل أداء المهام التي كلف بها من قبل سلطات البلاد العليا للدولة. هذا ونسبة لهذه الثقة التي وضعت فيه من قبل سلطات البلاد العليا، فقد عبر عن الحاكم الجديد عن عميق شكره لرئيس الجمهورية مطالبا مساعده الوقوف بجانبه من اجل مكافحة الجريمة وحماية البيئة، كما دعا المعنيين بالمالية في الولاية الى العمل من اجل مضاعفة الايرادات الضريبية بالولاية. نظمت صباح اليوم رابطة حقوق الإنسان ورشة تدريبية لصالح مختلف الإعلاميين بالمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، وذلك بهدف مواجهة الانتخابات المقبلة. آدم حنفي فاضل والتقرير. إيمانا منها بمكانة الإعلام والصحافة في أداء مهمة الاتصال، نظمت رابطة حقوق الإنسان هذه الورشة التدريبية لصالح مختلف الصحفيين بالمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، وذلك بهدف تزويد خبراتهم الإعلامية لأجل المساهمة الفاعلة أثناء الانتخابات المقبلة. وأن هذه الورشة جاءت بمشاركة من الاتحاد الأوروبي عبر الشراكة القائمة بينه وبين رابطة حقوق الإنسان، في كلمته ممثل السلطة العليا للإعلام السمع البصري عبد الله آدم التمير شكر منظمي هذه الورشة، متمنيا للمشاركين فيها الاستفادة من أجل أداء مهمتهم الإعلامية أثناء الانتخابات المقبلة. انتخابات إن شاء الله يكون لنا في شهر 12 نهاية السنة، واللي قلنا دورة دلوم اللي تشاجين دورة دلوم دورتها لسعافين تنتم خبرة ولا تنزمهم لشان يقدروا يسوي خدمة هنوم يوم الوقت الانتخابات ده. من جانبه رئيس رابطة حقوق الإنسان قال إن هذه الورشة لابد أنها تزود المشاركين فيها بمعلومات جديدة لأداء المهمة الإعلامية وفقا للاحترام المتبادل للمعلومات بالمصداقية والمهنية. هذا ويشار إلى أن هذه الورشة شارك فيها أكثر من 100 شخص من وسائل الإعلام المختلفة، وستستمر لمدة يومين. كما نظمت دورة تدريبية للعاملين في السلك القضائي في مجال التكنولوجيا والمعلومات من قبل منظمة أهادا بالتعاون مع وزارة العدل وبتمويل من البنك الدولي. إبراهيم محمد موسى. تجيء هذه الدورة التدريبية لكتاب العدل وفني وزارة العدل من قبل منظمة أهادا بالتعاون مع وزارة العدل وبتمويل من البنك الدولي تحت إشراف وزارة العدل، وفي إطار الدعم السلك القضائي بالبلاد. وتخلل المناسبة العديد من المداخلات، منها كلمة الأمين الدائم لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا أهدا إيمانويل سي بي جي، قال إن البرمجة الحالية تعد بمثابة آلية تقنية تساهم بشكل ملحوظ في تحسين نوعية العمل القضائي. وخلال أعمال الدورة قد تلقى المشاركون العديد من المعلومات التي كانوا يجهلونها سابقا، لذلك قال إنهم سيثمنون الجهود التي بذلتها الدولة. أما ممثل الدائم للبنك الدولي بتشاد فرانسوا ناغا غوبو قال في كلمته إن تأهيل كتاب العدل هو أمر مهم جدا للتحسين الإداري والسلك القضائي، وأن البنك سيقدم الدعم الكامل لتحسين خدمات المتقاضين في مختلف المحاكم لا سيما محكمة التجارة في الدول الأعضاء في أهدا. وفي هذا الصدد جاءت كلمة وزير العدل حامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان جيما عربي، قال إن هذه المعدات تسمح للمحكمة التجارية بالقيام بدورها المنوط بها، وأكد أن هذا الدعم يكون دفعة قوية للعاملين في السلك القضائي، مقدما شكره للقائمين على منظمة أهدا، علما بأن هذه الدورات التدريبية في السلك القضائي مجال القضائي. ونبقى في ذات السياق، حيث شهدت صباح اليوم دار المرأة انطلاق فعاليات الدورة التدريبية التي نظمت من قبل المنتدى الدولي لنساء فضاء الفرنكوفونية
لصالح عدد من المشاركين. المناسبة ترأستها المنسقية الإقليمية لإفريقيا المنسقة الإقليمية لإفريقيا المركزية بنات تشاليسو. تقرير حواء محمد أمين الأبقاري. 180 مشاركة من مختلف دوائر العاصمة إنجمينة سيستفدن من هذه الدورة التدريبية التي نظمت من قبل المنتدى الدولي لنساء فضاء الفرنكفونية بالتعاون مع البيت الوطني للمرأة، والتي ستستمر لمدة 3 أشهر، وذلك لتشجيع النساء للمساهمة في الأنشطة الاجتماعية وكذا تأهيلهن لإعداد مشاريع تساعد في سد احتياجاتهن اليومية. وخلال مداخلة كل من المديرة العامة لبيت المرأة ومديرة التدريب المهني أشادتا بالدور الذي يقوم به المنتدى الدولي لنساء فضاء الفرنكفونية في دعم المشاريع المتعلقة بالمرأة في شتى المجالات، وأشارت الأخيرة إلى الجوانب التي سيتم التركيز عليها في هذه الدورة. ميزون دي لا فام الكوناف جاي بيساعد العوين كثير، التعبانات، أمهات الإيال، الأرمليات، كل البنات الولدو خلاص عندهم مشاكل مع الأسرة، يعني ما عندهم يقول خلوا الدراسة وكيف كيف تعنينا نشوفوا عشان يدربوا عشان يلقوا خبرة في أي شيء، لو كان يسووا يفتوا مجال خاص عن الخياطة ولا أو يفكوا بالطبخ يعني ريستوران. المنسقة الإقليمية لإفريقيا المركزية بنات تشاليسو قالت إن المرأة بمثابة العمود الفقري للمجتمع، وعليه فإن المنتدى يسعى للرقي بها وحثها للمساهمة في جميع الأنشطة، داعية في الوقت ذاته جميع المشاركات إلى الاستفادة من هذه الدورة للخروج بنتائج تسهم في رفع التحديات التي تواجه تمكين المرأة. قدمت اليوم الناطقة باسم الفنانين التشاديين منيرة ميتشالا مؤتمرا صحفيا أدانت فيه الأحداث الإجرامية التي ارتكبها المجرمين بحق بعض المواطنين وممارسة العنف والاغتصاب ضد المرأة. تقرير نستمع إلى جزء من حديثها في ميكروفون حواء عبد العزيز جابر. شهدت بداية عام 2020 العديد من الانتهاكات للقيم الإنسانية بما في ذلك الاغتصاب والعنف والجرائم والاغتيالات من جميع الأنواع. إن حالة ماتيجينان بونهير والدكتور تابهول ساهل والفنان الكوميدي العقيد كونانيل دينار كلها أدلة، ومن بين هذه الأخفاقات في السلوك الإنساني لا ننسى حالات الاغتصاب وقتل موبي سيليستين والفتى التي قتلت من قبل قتلة خلال هذا الشهر. وهؤلاء المجرمين مصيرهم اليوم في أيدي سلطات هذا البلد. لهذا السبب أطلقنا بسرعة فكرة تسجيل أغنية لتقديم إجراءات توعوية، وهذه الأغنية هي رسالة تطالبنا جميعا بالقول لا للعنف ضد المرأة، والمعركة التي نشنها ليست الأولى من نوعها، ومع ذلك نطلب منكم الانضمام إلينا في تضخيم هذه الإجراءات حتى تصل الرسالة إلى الجميع، ولا تتكرر مرة أخرى الجرائم والاغتيالات، ولن تتكرر أيضا انتهاكات حقوق المرأة مرة أخرى. وهذا التحالف سيعمل على ضمان احترام المرأة وكرامتها. كان ذلك ترجمة حديث الناطقة باسم الفنانين التشاديين بصوت حواء عبد العزيز جابر. قدم صباح اليوم رئيس جمعية الشباب من أجل العمل والسلام والتنمية ونهضة تشاد قدم حديثا صحفيا دعا فيه الطلاب إلى التحاور من أجل السلام والتعايش السلمي. هم الناس قارين، انت قاري منار من قاري ما سوا، وقبل أن قالوا هم مفتشون بقولوا في التابو إنهم بيرون أمانا إنات قال لهم كله وقبل أن يتعلوا من الجفرنما يعني لهم بحج فوقها ولا طبقته للحكومة بنفسها قاتل كل وصول حكومة التعرفة حقوق زي ما قريتها تقول في مكتب في الشيء ستيب حلال مشو قال قوم قب بصورة النبي قال لنا الشيء كأجب وما في الأدب أنا شباب تشاري شباب تشاري وشباب قاري وهو الفتشة بنظام بدري السن تشاد دولة نتروى يعني قوموا الوالين من الفاشة والين من علي كوتي أنا وليا جايين بقول وصول المارش في دس لو أنا دورينا انترتير المارش حتى كما المارش باسيفيك في حال العديد أننا مشكلة لهم يزير أنا السكرتي أنا السكان أنا الشعب وأنا المواطنين بس كي المارش بقولوا كم بصورة كم مهم
الباسيفيك نصر في شواري ماشين بيجي بندوسو مام نصر يعني لبريبيك قالي دول في شواري بندوسو بصو فوضى. في الصفحة الدينية قدم هذا المساء رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد عيسى خاطر بيانا للأمة أوضح من خلاله أهمية التضرع إلى الله تعالى بأن يحفظ البلاد والعباد من جميع الآفات والأوبئة. نتابع جزء من حديثه. بسم الله الرحمن الرحيم. بيانا من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. تقريبا قبل أسبوعين أعلنا لكم لنعرفكم بالمرض الذي ظهر في أرض الصين، ومنها بدأ الانتشار في بلاد العالم حتى وصل الآن إلى دولة نيجيريا المجاورة. وعلي فإن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يطلب من الجميع، من جميع الأئمة والدعاة والمرشدين ومديري المؤسسات التعليمية أن يقوموا بالتوعية، يوعوا الناس، يوعوهم بأن يأخذوا الحيط والحذر والمحافظة على النظافة، وكذلك الابتعاد من التجمعات ما أمكن. كما نطلب منكم جميعا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه إبعاد هذا الخطر عنا، وسوف يكون إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم هو يوم للدعاء وقراءة القرآن والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فمطلوب من كل المساجد والزوايا والخلاوي القرآنية والأفراد القادرين على قراءة القرآن، فالكل يقوم بما يخصه داعيا الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا ذلك الوباء. وأنا من هذا المقام وبهذه المناسبة أذكركم بالأمر الذي أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بإيقاف تأشيرات العمرة والزيارة للأراضي المقدسة، وهذا كله للإحتراز والوقاية من هذا الوباء حتى لا ينتشر بين صفوف المعتمرين. سلمنا الله سبحانه وتعالى من كل سوء، وحمى المملكة والأراضي المقدسة من كل مخوف، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ومن حيث الاحتياطات الصحية، فإن المسؤولين في الدولة ابتداء من رئيس الجمهورية الرئيس إدريس ديبي إتنو، ومرورا بجميع أفراد حكومته بما فيهم وزير الصحة العامة، وانتهاءا بآخر مسؤول، فهم في استنفار كامل تحسبا لحدوث أي مكروه. أبعد الله سبحانه وتعالى عنا الشر ورزقنا العفو والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قدم مساء أمس الأول رئيس اللجنة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة السيد المستشار عمر أدومة عبد الله حديثا صحفيا يخطر فيه الرأي العام الانطلاقة الرسمية لموسم حج 2020 الموافق 1441، مشيرا فيه إلى أنهم مستعدون لاستقبال جوازات السفر الراغبين إلى الحج من هذه اللحظة، وأن آخر يوم لتقديم الجوازات هو 10 أبريل القادم، وتبلغ تأشيرات هذا العام أكثر من 8000 تأشيرة، وارتفعت تكلفة الحج لهذا العام إلى 1,168,000 من الفرنكات التشادية. للمزيد نستمع إلى رئيس اللجنة المكلف بتنظيم الحج في ميكروفون الزميل ياسر محمد أحمد. وقد قامت اللجنة بمهمة عمل إلى قرار مقدسة برئاسة رئيس البيسة، وتم التوقيع على مهد اتفاقية الحج الآن بتاريخ 23 فبراير 2020 ميلاد لموسم حج 1421 هجرية لعدد 8729. تغيير موقف حجا، وحيث سعت اللجنة إلى تعديل الإجراءات الجدارية التي من بينهما تغيير موقف سكن الحجاج إلى أقرب موقف، وتسكينهم
في مرة واحد بقربي من الحرم المكي على بعدي بتمية بين 1000-1500 متر من الحرم المكي. فيما يتعلق بسيرة هذه هذا العام سوف يشاهد ارتفاع بالنسبة للعام السابق وذلك لأسباب التالية: فرض ضرائب إضافية على مقدمي الخدمات للحج في المملكة العربية السعودية، إضافة ضريبة 5% في كل تحويلات المصرفة. لذا بلغت تطبيق الحج لهذا العام 1,168,000 فرنك سيفا، واللجنة مستعدة من هذه اللحظة لاستقبال الجوازات عبر تجمعات وكالات السفر ابتداء من هذا اليوم 26 فبراير إلى 10 إبريل. ولين مدن الانطلاقة الرسمية لموسم الحج لهذا العام عام 1,481 هجرية. جرى مساء أمس مناسبة تدشين مسجد لصلاة الجمعة بقرية كيزي التابعة لمدينة المساجط، وذلك بتمويل من مؤسسة الزكاة الروسية الخيرية وبمبادرة من منظمة أيادي الإخوة الخيرية. عباس أبكر مصطفى. ترحيب لافت حظي به وفد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مع الوفد الروسي بقيادة مفتي مدينة موسكو الروسية على مشارف قرية كييزي التي تبعد عن مدينة المساجد بنحو 5 كيلومترات. وجاء افتتاح وبناء هذا المسجد بمبادرة من منظمة أيادي الإخوة الخيرية وبتمويل سخي من مؤسسة الزكاة الروسية الخيرية. هي تربطنا فيما بيننا، وهذا المسجد وهذا الفصل وهذه الآبار التي قمنا بها هذا جزء ضئيل من الأعمال التي لابد أن نقوم بها ونكون في تعاون. العون لإخواننا مؤسسة الزكاة الخيرية الروسية دايرين لنا صهريج، صهريج قاعد ما يجب الشمس للطلبة القاعدين لا يتوضوا منه. ليوجه محافظ هراز البيار رسالته التعليمية حيال العالم الريفي. القرآن العظيم ده لازم كإسلام تعلموا أولادكم، فلازم كإسلام الحمد لله اللي قلتم لكم خلوة عن بقر تقولوا لا أنا ولدي بمشي بسرة بالبقر ولدي بمشي بسرة بالقلم ده ممنوع. عقب ذلك ناشد مدير الخلوة وبعض أعيان قرية كييزي ببعض المتطلبات المتمثلة في إيجاد تيار كهربائي، كما أن الخلوة يتواجد فيها قرابة 70 متعلما. الأمين العام لمنظمة أيادي الإخوة الخيرية مختار محمد أمبدي مستطردا بعض إنجازات المنظمة في بناء المساجد والآبار الارتوازية، وبعدها قدم أهالي القرية لوحة لمفتي مدينة موسكو الروسية. نشرتنا انتهت، أشكركم على كرم المتابعة، دمتم في أمان الله.